بدي مبدئيا احكي حادثتين صاروا معي بحياتي. يعني فين يقول انه فتحوا عيوني على قضايا كتير يعني، وانا لمستهم بايدي وعشتهم يعني حقيقة. الحادثة الاولى بتذكر بثمانينيات القرن الماضي يعني منصرم، كنت مراهق شاب اول طلعته هيك شايف حاله اي شاب يعني بهالعمر يعني 22 23 21. استلمت، كان في انتخابات لمجلس الشعب، استلمت صندوق الصحفي رحمه الله عليه وليد معماري اللي كان يكتب بزاويه اعتقد بجريده تشرين بزاويه قوس قزح. ايامها وليد معماري اخذ اصوات هائله جدا، كسح الكل، ما نجح ما بالدنيا، شو أخذين عليه مآخذ فكر يساري كذا، قسم بالله ما بعرف. أنا ولد يعني كانوا يعطوني يمكن 500 ليرة 300 ليرة ما بعرف قديش، ما نجح وليد معماري. الموقف الثاني اللي صار معي ما له زمان يعني من أول أزمة قبل بعامين يعني 2010-2011، عندي أحد الأصدقاء، مش أصدق مشان ما يصير، واحد بعرفه طبعا مات هذا الله يرحمه، بس عم بحكي انا الواقع يعني شو صفاته يعني. همجي، ما واصل يمكن معه سادس، معتمد على قوه العضلات وهيك يعني، كان حارس بمشفى تشرين رقيب او هيك شيء او مجند والله ما بعرف. فمرت الايام ظروف يعني بدها تساعده وتخدمه له رجل، فخمت الرئيس بزور مشفى تشرين قبل ما يستلم الرئاسة طبعا، مثل ما بيقولوا عامل كبسة على المشفى، ما بيلاقي حدا، فبيروح هالشاب معه من كتر ما عنده خبرة بدله على الأقسام وبصير يحكي معه ويمشي معه هيك، وتصور مع الرئيس. فبيروح بيفتح مكتب عقاري بحي تشرين، بحط صورة الرئيس بكبره وياه، وهالصورة هي بلشت تكبر 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 لحتى كبر كبر هو وراء ضاحية الأسد، كبر كبر صار معه بالمليارات. وبالأزمة صار عنده قوات وقاتل وهيك، وصار على مجلسه وفيما بعد قتل، قتل على طريق قريته يعني، ومين قتله ما بعرف، في قصص كتير ما له موضوعنا هنا. هيك بيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب. في قصة جيدة جدا وأنا بحبها كتير وعجبتني، في امرأة على ما أعتقد بريطانية، هي من ريف بريطانيا من مدينة تانية، هم عندها نائب في البرلمان انتخبته هي، فبلدها أو بلدتها هي مشهورة في السمك، فالسمك غالي كان بأيامها، ففاتت على البرلمان كان عم يعقد الجلسة في بريطانيا، حاول يمنعوها البوليس، فعيطوا عليهم انت رئيس البرلمان وسمحوا له تهود، فوقفت قالت له للعضو اللي هي انتخبته للنائب، قالت له انا انتخبتك مشان تحكي ألمي ووجعي، انا انتخبتك فانا مهمتك انك تحكي عني انا، مشان نحن انتخبناك مشان ما نجي كلياتنا نحكي، انت ممثل عني انا، انا سبب وجودك هون، انا ما بصير اكون ببلد كلها سمك والسمك غالي، انا خنت ثقتنا فيك، انت ما عملت لنا شيء. شو بيصير؟ بيركض النائب بيقبل ايديها وبيعلن استقالته، اعضاء كتير بتعلن استقالته، بتسقط الحكومه بصير فوضى سياسيه ببريطانيا، وبيعد بصير انتخابات جديده على مستوى السلطات التنفيذيه والتشريعيه. سمك نحن خبز وكرامه وكل شيء. المهم هون بدي احيي الألمات، الممثل عباس النور وقت لها ببث بإحدى المرات وقال تعطلت الحياة السياسية في سوريا منذ عام 1963 يمكن أعتقد، نعم تعطلت وقتلت نهائيا في السبعينيات وفيما بعد الحياة السياسية في سوريا. قدر الحزب الحاكم بطريقة أو بأخرى أنه يضبضب هالكم حدا ممكن يعمل له مشاكل، وحطهم تحت اسم الجبهة الوطنية التقدمية،
وهم المطيعين حقيقة أكثر من البعثيين نفسهم يعني. ومشيت الأمور وما زال وضع هيك يعني لهلا. كثير من الناس وأنا مستغرب أتأمل شيء من اجتماع مجلس الشعب السوري. يا أحبائي يا أخوتي خلونا نحكي بمنطق شوي بعيدا عن تشنجات وعن كل شيء. بسوريا ما في شيء اسمه مؤسسة تعمل وفق صلاحيتها، يعني نقابة العمال ضد العمال، اتحاد الفلاحين ضد الفلاحين، شعار الجميع فليحيى الامبراطور، ما عندهم شيء يقدموا غير هيك، لأن ما بيضلوا على كرسيهم إذا ما كان هذا شعارهم. مجلس الشعب كيف بده يحاسبوا لعرنوس؟ يا جماعة أنا كنت موظف بالإسكان قديما جدا، كان وقت يجي عضو مجلس الشعب على الإسكان بسياراته تقوم الدنيا وتقعد، ياخذ طلبات فيلات، ياخذ طلبات من هون من هون طلبات. هذا العضو اللي بيدفع مليارات وملايين ليوصل على قبة البرلمان أو تحت قبة البرلمان، هذا جاي ليخدم الشعب، هذا جاي يدور على مصالح اقتصادية وغيرها. في منهم مليارديرية جايين يعملوا برستيج. أنا وقت بقول عند وزير فلان، وزير صناعة، وزير زراعة، وزير كذا، بأخذ موافقات موافقات، أنا كيف بدي أطلع ضد هذا؟ أنا بدي أحاسبه. يعني كل من كان، كل من اعتقد ولو واحد بالمليون أنه رح تتم محاسبة، هذا غبي في السياسة وغبي في كل شيء. كمن يتأمل أن تأخذ سوريا كأس العالم، مش تدخل على تصفيات كأس العالم، أن تأخذ كأس العالم، هذا غباء سياسي وغباء بكل شيء. هذا برلمان شريك في محيطان المال، شريك مع السلطة، هذا برلمان مش منتخبة، الانتخابات عم تصير حتى الشعب مشارك بالمهزلة يعني. هذا بنتخب عشيرته، ابن عشيرته، هذا اللي بنتخب ابن مديره بالعمال، هذا بنتخب مناطقيا هيك، والسلطة بتعرف شو عم تشتغل يعني. ابن دير الزور ممكن مرة إيراده عشيرة البقارة، ممكن عشيرة ما بعرف شو بجبل إيراده مثلا بقرداحة، بيت إسماعيل، بيت عثمان، بيت خير بيك، بيت الخير، هيك بيتم توزيع مجلس الشعب السوري. هذا مين بدي حاسب هذا؟ يعني من كان يتأمل خيرا جميعنا يعلم، جميعنا يعلم، جميعنا يعلم بأن القرار بيد السوبرمان، بيد السوبرمان. ما في شيء اسمه مؤسسات دولة عمل، هاي المؤسسات هي عبارة عن شكل صوري لنقول للعالم أنه نحن عندنا دولة، كما يعني كل شيء بأوامر، يعني كما خطيب الجمعة يعني ممنوع يطلع عن الليستة اللي عنده. نهتم بكل شيء، بالأمن الجنائي، بالأمن السياسي، بالأمن ولا نهتم بالأمن الإنساني والأمن الغذائي. هذه البلاد العربية كلها، ليست سوريا فقط يعني، هذه البلاد العربية كلها يعني قاطبة، حقيقة قاطبة، البلاد العربية الشرق اللعين كله هيك. المجلس ما بيعني هذا الحكي، ما انه شايفك المجلس هذا يعني، يعني اصغر واحد فيهم يعني هذا بده ينقصوا كهرباء ولا مي؟ هذا بده ينقصوا كهرباء ولا مي؟ ولا هذا دور على اولادهم تلاقيهم بامريكا، العدو بين مزدوجين اللي بيحرضون على طول على كره. لا حد بسوريا الا بقرار سياسي وتطبيق قرار اممي ومنع القيادة أو السلطة السورية أن تحاور نفسها فقط ومصالحة حقيقية مع مكونات الشعب السوري. لا بديل لنا عن هذا الوطن، كرهنا أحببنا شئنا أبينا، ما قلنا غير الوطن. أنا ما عندي طيارة خاصة أخذ أولادي فيها وطير، ولا عندي أولاد بأمريكا، ولا عندي دولارات أنا أطلع على أمريكا.
قيصر علي عم بيجي بس قيصر ما منع الايفون اللي حقه مئات عشرات الملايين، ما منع السيارات دفع الرباعي حقها مليارات، قيصر عم بيمنع عني انا فقط. مش معقول امريكي حتى عقرب فيني انا وثلاثة اربعة خمسة بجبلة بتموتنا من الجوع. في خلل بالطرح، في خلل بكل شيء. ما معقول اضل انا من 50 سنة لهلق عم بنطر على عبارتين عم بستخدمهم الاعلام السوري، انقذ زجاجه بالربع ساعة الاخيرة. الى عن ربنا ربع ساعة صار عمره 50 سنة. ما في غير بيهزموا امريكا خالد العبود وصديقته ربا. احببنا ام كرهنا امريكا، امريكا هي السيارة. يعني هذا بالسياسي، لا لا ما في عاطفة بالسياسة. ما في عاطفة بالسياسة، في شيء اسمه واقع، الشيء عم بصير على الواقع بالارض. بالواقع ابناء جيلي، يعني تسمعوني، يعني انا من جيل الاواخر الستينيات 1969، كم مره سمعنا مصطلح ربع الساعه الاخيره وانقذ وخرج من انقذ زجاجه؟ الشعب جاع، جاع بطريقه مرعبه، جاع الشعب. انا بنام دائرات ب 9 دولار في دقيقه، 4 دولار 3 دولار. ما فيك عم فهم يعني اللعب، المشكلة الدولة عم تلعب بهذا الموضوع وما في عم تضبط هذا الموضوع وهي عم تلعب فيه. آخر هم الشعب. أنا شو بدي فهمه لأبني أنا شيء عن الحكي هذا؟ بده يأكل وينتهينا، يعني بده يأكل وبس. ممكن أنا عيط عليه إنه ما تطلع على أولاد الجيران الحالة المادية أفضل، إنه عندهم هيك وعندهم هيك، بس هذا بالنتيجة بده يأكل، بده يشرب مثل باقي الأطفال. يعني حولتونا لا 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 أقل من حشرات، يعني بكل ببساطة. يعني صار رب الأسرة أحيانا بيحط الأكل لأولاده بيستناهم ليخلصوا ويروحوا لياكل فتات ما زاد معنون، يعني عشان ما ينحب بهالموقف المحرج أمام عائلته. قلت في منشورات سابقة وفي بث مباشر سابق، القادم أسوأ. صارت البعض يضحك وانه لا مثل الشعب هاد ليس فقط لا يمثل الشعب، هو معين تعيين، هو يمثل السلطة، ليس يمثلها، هو خادم مطيع للسلطة، لا يستطيع سوى ان الى الابد التسويق. يعني سقفه هيك، يعني انتم مثلا